سائل يقول: البعث والنشور من توحيد الربوبية وكفار العرب ينكرونه، فكيف نجمع بين هذا وبين قولنا إن كفار العرب مقرون بتوحيد الربوبية؟ نعم، يقرون بتوحيد الربوبية وإن كانوا في بعض المسائل يخالفون، لكن على العموم هم يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اقرأ القرآن، ليقولن الله. إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون بهذا في القرآن، ذكر هذا عنهم. نعم.